السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، نقول لكم صحة رمضانكم صحة بطوكم. مفاجأة غير متوقعة بخصوص وجهة بلايلي المستقبلية، ونواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي صناعة الحدث في الأسابيع قبل افتتاح انتقالات صيفية القادمة، وهو عازم على مغادرة ناديه الأهلي السعودي. وين السيلية هذيك وين يحوس باش يروح فماك على حساب جريدة العرب، أنا نتكلمو كاين جريدة العرب، وكشفت جريدة العرب القطرية وين اتصالات مع بلايلي. أنا واحد كاين عنده عدة اتصالات وخاصة مع الترجي التونسي. أنا واحد من الناس ماذا بيا يعاود يولي الترجي التونسي، ماذا بيا يلعب في الترجي التونسي وما يروحش فما السيلية هذه قاطر وكلش، خاصه نشدناه في السعوديه كيفاش صرا له، زيد له القاطر انا نشوفو كيفاش. مش قضيه مشي يلعب، لا الترجي التونسي احسن له، الترجي التونسي وين عطاه دفعه وين صناه في الكوب دافريك، عطاه دفعه كبيره كاع. شوفوا في السعوديه وين الابليسي وين ولا الابليسي عنده ولا عنده مشاكل ولا صورته. عندي واحد المدرب جزائري خدم بزاف في الخليج، كاين تدخلات بزاف كما قال لي فلاني، قال لي كل واحد يجي يحكم، قال لي كل واحد يحكم بحكامه، قال لي كاين واحد التدخلات، قال لي ما تأمنش راسك، قال لي كاين واحد الكواليس يديروهم في الاداره بيناتهم، امير يبغي ديك ليكيب ويبغي داك الجوار، قال لي والله العظيم لا لعبوه، قال لي وي قلق انت ويلعب الجوار هذا، قال لي على لي زونتينير يجوا يهربوا يروحوا، قال لي من التدخلات بزاف في القائمه في بزاف صوالح. الله يسهل حنايا، ماذا بينا، انا واحد من الناس ماذا بيا بلايلي عاود يولي يلعب في الترجي وما يروحش يزيد يكملها في قطر، والله ماذا بيا في الترجي التونسي خير له. خاطش هذه لازم كيما هكا، لازم بنادم يهدر كيما هكا ولا ما نهدروش، هذه حقيقه. انا ماذا بيا يروح لي يولي لتونس يلعب في الترجي التونسي، كي رانا نقولوا في الترجي التونسي شنا الترجي التونسي وين عطاه دفعه كبيره، عطاه دفعه كبيره معنويات، وين ربع مع الشامبيون، ربع مع الكوب دافريك تشامبيونز ليغ، زاد مع ليكيب ناسيونال وين طرطق مع ليكيب ناسيونال، زاد طرطق في ليكيب تاعو زاد كملها في ليكيب ناسيونال، راح للسعوديه فوت غير ليبليسي ومشاكل مع لي زونترينير. هذا سبحان الله، رانا نشوفو شتو كاع صوالح، كاش لي ما كاش لي يماركي ماركا لي بيت ماركا، بصح عنده مشاكل ما لقري الدراهم بالشكاره فما يعطوه ميسن يعطوه بالسيمي تاع الدراهم، بصح اشتيلا هو شاب مشاكل داروا له مشاكل ما ريح لهمش. وين كشفت جريدة العرب القطرية مفاجأة غير متوقعة، مؤكدة بأن صانع ألعاب قد يلتحق بالفريق سيليا في المستقبل القريب، ولم يرتبط اسم ابن الباهية وهران سابقة تماما مع النادي السلف مع السلية، ولكن الصحيفة أكدت بأن مواطنه نادير بالحال سيلعب دور استخدامه، ويذكر أن محارب الصحراء يمتلك كثير من المقترحات العربية أبرزها الترجي التونسي، إضافة لكل من السد والداخلية القطريين. أنا ماذا بيا يعني واحد من الناس، أنا ماذا بيا يروح القطر يروح لتونس خير، يلعب في تونس نحتاجوه هذا الوقت اللي غادي نحتاجو كاع اللاعبين، نحتاجو كاع اللاعبين، خاطش علاه كيما نقولو حنايا كيسموها الموسم الجاي غادي تكون برمجة تكون جهنمية، غير ربي اللي داري بها برمجة، غادي يكون مكتظة ما كاش الوقت، ما فيهاش الوقت زيادة، يستغلوا اي فترة باش انا تبان لي بلي هذيك تاع بابا نويل تاعهم هذيك تاع اللي يدو فيها سيمانة ولا سيمانتين ومكاشي غادي يفوتوا فيها ديريكت، على حسب ما تبان لي يحتفلوا يومين ولا ويفوتوا فيها ديريكت، ما عندهمش الوقت. راهي ديجا راهي لا هولندا راهي الشامبيونات تاعها ما غاديش تلعب، ضروري ينطقوا فين كاش بلاد فين تنطق الشامبيونات تاعها ما تلعبش، عرفتو كيفاش؟ تولي الجزائر فين الشامبيونات ما تلعبش،
الجزائر الشامبيون باغا كيما يقول لك 60% 70% ما غاديش تلعب. كاين دي زيكيب كاين اللي دخلوا في افلاس سي محمد، كاين بلدان دخلوا في افلاس بسبب كرة القدم. انت تروح الانجليز عندهم مدخول كبير في كرة القدم، ما تشوفش لهنا عندنا لهنا الدولة هي اللي تخسر دراهم، لا كرة القدم في انجليز الدولة تاعهم هي اللي تربح اموال. القنوات تاع القنوات تاعهم يبيعوا لي ماتش، الاتحاديه تاعهم تبيع لي ماتش، بزاف صوالح، اشهارات، شركات كبار، بزاف صوالح. ما تشوفش حتى لهنا عندك لهنا انت يا الامسيه من العام لعام يعطوها 100 مليار ما تجيب لك كاس جو طاب ما تجيبهاش. تشوف هذا صوالح عندهم غادي بلدان تاعهم يدخلوا اموال، اقتصاد كبير، الاعلام يدخل مواقع، الناس مواقع يخدموا، يوتيوب يخدم، فيسبوك يخدم، الانستغرام تخدم، كاع الناس تخدم، دايرين نشاط. نعاودو نولو نتكلمو نتكلم على بلايلي. ماذا بيا انا بلايلي واحد بلايلي كيما نقول لك ماذا بينا يعاود يولي في تونس على حساب الراي تاعي انا، يعاود يولي خاطر علاه راح للسعوديه؟ كنت تحسب له شحال لعب السعوديه كاع، شحال لعب، شحال ما لعب شي كاع. زيد يروح للقطريين هذوك القطريين السيليه ولا ما كيسموها ولا يروح اي غادي يدق دقوه هذاك منجح ما مركا لهمش وقيله دوماش ولا يعايروا فيه باك تعقلوا عليها كاس العالم تاع الانديه ما خلاولوش ما على بالهم شي عايرك نورمال يقول لك هذا ردي دراما شكار ردي هذا كيفاش ما مركاش لازم كل واحد وكيفاش. أنا ماذا بيا في ليكيب ناسيونال رأس الحربة يكون ديلور، يكون ديلور حاج ديلور ما عندوش تاع ما يعطيكش الوقت باش يضيع لك ليبيت ولا ديلور ماشي كيما كاين اللي يضيع ربعة يماركي بونت، لا ديلور يجوه ربع فرص يماركي ربعة ويضيع فرصة واحدة، يماركي ربع فرص ويضيع فرصة واحدة. حنا بلايلي ماذا بيا واحد من الناس أنا واحد من الناس ماذا بيا بلايلي يولي يلعب في الترجي دروك هو ما بقاش في فرنسا صعب هاك تشوف في فرنسا في الناسيونال دو نيفو عالي ما تأقلمش يا سبحان الله يعاود يولي لتونس يكذب روحه هو في تونس يكذب روحه انا ماذا بيا كو يعاود يولي لتونس خير له خاطر في السعوديه مالغري دراهم مالغري كلش بصح ما كذبش روحه ما مشاكل مع لونترينير مع اللاعب مع الاداره مع تشوف كيفاش حنا هذه هي عقلية تاع لاعب محلي يبغي شوية حرية ما يبغيش كلش مبلع يبغي يخلو له تاقة محلولة تاع برد الحال تاقة تاع 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 الزهو يخلوها له حنا هذا هو اللاعب محلي. كاين اونترينير انا نعرفه خدم راه دروك هنا خدام في لامسية نعرفو نهدر معاه وين قال لي فماك دعوة مزيرة قال لي لعاب فما قال لي واحد كيما وقالها لي واحد قال لي كي قلت له صح مولحي قال لي مولحي ملتزم قلت له عسله قال لي ملتزم دوخه قال لي ملتزم ناس ملتزمين هذوك اللي تساعدهم السعوديه بصح تاع هاك وهاك تساعده قطر قال لي في قطر تساعدهم قال لي بصح في قطر قال لي كي تتبرى لحقاتك قال لي ما على بالوش بيك هذيك السيليه هذيك السيليه ولا ما كسموها هذيك في 2010 صايفي جاي يلعب هنا كوب داو جاي يلعب كوب دافريك يلعب كوب دافريك نسلو له بريه بلي راك مطرد نورمال يتبالوا بلي ما عطيناهم خاسرين على الجيريكا تاع بترول يقول لك احنا خسروا على الجيريكا تاع بترول يربح وشلنا مشاكل كيفاش دايرين انت راك تلعب تيجيبوا لك لعاب من البرازيل يحطوه لك انت راك تلعب تيجيبوا لك لعاب من البرازيل ولا من الارجنتين يحطوه لك وانت تقعد في بلاصتك. انا واحد من الناس ماذا بيا بلايلي عاود يولي الترجي خليه يروح يلعب مع الرجاء في المغرب يلعب مع الوداد المغربي ويلعب ولا يلعب مع الترجي التونسي خليه حتى لا بطوله يلعبوا البطولات يلعبوا كوب دافريك يلعبوا فينال يلعبوا كاس العالم تاع الانديه يلعبوا يدوروا على هذيك ماذا بينا بصح باش يزيد يروح لغادي قطر والله اللي غادي يكمل تحيه الجزائر بلغنا الله واياكم صيامها بالصبر المبارك وقيامه اللهم اهله علينا بالامن والايمان و...
والسلامة والإسلام والهون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير. لكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير.